حلو، هجري بقى للبطوله اللي بعدها، بس اخد تليفون معايا مهم من الكابتن الكبير كابتن عبد الرحمن حميد حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره اليد، وعايز يهنيكم يا كابتن. مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. انا اللي سعيد بيك والله يا كيمو، سعيد ان انا معاكم طبعا يا حبيبي. انا قلنا فرصه عظيمه جدا انك تتواصل كمان مع الكباتن وتهنيهم بنفسك كمان بالانجاز اللي اكيد بيشرف كره اليد وبيشرفنا كلنا كمصريين. اه طبعا، يعني طبعا برحب بالضيوف الكرام اللي عندك معايا، كابتن عادل ابراهيم وكابتن احمد عصام وكابتن حمد عمنا. طبعا طبعا عايز ابارك لهم، ويعني ده انجاز، دي حاجه كبيره جدا، حاجه تشرفنا كلنا وحاجه تشرف البلد. يعني المنظر والله احنا تابعنا الماتشات كلها، المنظر يشرف، والناس دي ما شاء الله، يعني بجد هم مش ممكن يبقوا مش عارفين او مش حاسين قد ايه الناس اتبسطت لهم، او على الاقل احنا. فلا انجاز كبير قوي طبعا، وحاجه كبيره قوي، يعني دول ابطال عالم، فحاجه ما بتحصلش الا فين وفين، يعني ده لو حصلت اصلا. فببارك لهم طبعا، ويعني مش عارف ايه ممكن يتقال والله عشان يديهم حقهم. لا والله انت كفايه ان انت شاركتنا بمشاعرك ديت يا كابتن عبد الرحمن. وعايز اسالك بقى فنيا في الملعب، انت اكيد وانت بتتفرج كمان بتتفرج على القدرات، شفت القدرات كبيره ازاي؟ والله طبعا لا اللعيبه كلها ما شاء الله رجاله، يعني كلهم بيساعدوا بعض وكلهم بيساندوا بعض، وروح حلو قوي، يعني حتى الواحد كان بيتبسط والله لما بيشوفهم هم فرحانين بعد الماتشات، لان الواحد برده عاش الموقف ده. احنا لما قدرنا ناخد كاس العالم طبعا كان نفس الشعور ونفس الاحساس، والرجاله يعني احنا حتى من بعد ماتش نص النهائي مستنيين النهائي بفارغ الصبر عشان نحتفل بيهم يعني. وطبعا خلي بالك انت عندك راجل الذهب بقى العالمي كابتن محمد عبد المنعم، طبعا ده الوحيد اللي حضر بقى كاس العالم، ده اللي واخد الاثنين كاس عالم. واخد الناشئين واخد كاس العالم دلوقتي، ربنا يبارك لك. لا ده العالمي ده والله، ده اسمه على المسمى. بص ده فين ما يروح دايما لازم يحقق انجازات. طبعا اسمه سيره عظيمه جدا كابتن عبد الرحمن حميد حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني لكره اليد. حقيقي بشكرك شكرا جزيلا، المشاركه المحترمه الحلوه دي منك اكيد اضافت لينا يعني.